الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية فيها أن المولى سبحانه وتعالى تفرد بعلم الغيب، وكل إنسان ادعى أنه يعلم الغيب من دون الله عز وجل فقد كفر بالقرآن، لأنه يغوانا في القرآن آيات كثيرة تدل على أنه علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى، ما من صفات المخلوقين، وأي مخلوق من المخلوقات كائنا من كان، ولو كان عظيم، ولو كان مرسل من المرسلين، ولو كان ملك من الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاه خاصية إنه يعلم الغيب. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أو من قول عائشة رضي الله عنها، قالت لما سألها التابع الجليل مسروق عليه رحمة الله، قال: يا أم ياه، هل رأى محمد ربه؟ قالت له: لقد قف شعري مما قلت، يعني شعري ده وقف على حيله من الكلام اللي قلته ده أو السؤال ده. قالت له: أين أنت من ثلاث حاجات، من حدثك بهن فقد كذب. كده يا أخوانا تأملوا معي الحاجات الثلاثة دي وشوفوا بعدين الصوفية قالوا شنو، وبعدين ورونا الكذابين الصوفية ولا اللي كذاب السيدة عائشة. خد بالك دوم المؤمنين نزلا فيه 10 آيات من السماء رضي الله عنها وأرضاها، ما ممكن تكون كذابة ولا ممكن تكون جاهلة بالدين أبدا، لأنه هي كما قال الإمام الذهبي، قال: هي أعلم نساء العالمين، أعلم مرة في الدنيا السيدة عائشة رضي الله عنها، ما تقول لي دي جاهلة بالدين أبدا. قلت لك: أين أنت من ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد ده يا أخوانا ده سيد الأولين والآخرين، يعني أنت لو دارت تجيب لي الشيخ صوفية فقيه بتاع صوفية أخير من الرسول صلى الله عليه وسلم ما بتلقاه، ده ما في تاني، سيد المرسلين. قالت: من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، لأنه يقول، اللي بيقول ده منه؟ ده النبي ذاته صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام تنقل السيدة عائشة. معقول يا أخواننا نحن نكذب السيدة عائشة ونكذب النبي ونكذب القرآن ونجي نمسك في كلام شيوخ الصوفية زي كلام البرعي؟ وانت ما تزعل، لأنه دي حقائق، الكلام ده ما قلنا نحن، ده قاعد في الكتاب. انت زعلان؟ ايوه،
زعلان من منو؟ منكم انتوا؟ لا 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 ما تزعل مننا، عيب عليك. تزعل من منو؟ من شيخك. قول كتب الكلام. قصيدة طويلة قال قومك نزاور، أها درت أزور منو؟ قال الله هوني. قال للأولياء الأقطاب، نزور الأولياء. أها تزورهم ليه؟ قال منهم خفي الحال. يعني ولي كده كتامي، زول عارف عنه حاجة ما خفي الحال. منهم مجاهر ده بنضم. قال منهم عليم بالغيب. خد بالك عليم كمان. عليم بالغيب. عشان انت ما تقول لي لا لا احتمال قاصد وما قاصد وبتاع. قال لك عليم بالغيب باطن وظاهر. تاني في نقاش الموضوع ده؟ ده انا جدك الكلام عديل. كويس؟ السيدة عائشة قالت لك من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب. محمد صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب، انت راجي يعلم لك شيخ فكيه. فكيه قاعد له في محله في تكية، انت تمشي له والموبايل راح. يا ابوي الشيخ داير يرجع لي. ها؟ سرقوا القروش دايرة ترجع. سرقوا ذهب المرأة. شوف لنا الحرامي وين؟ افتح الكتاب. يقول لك افتح الكتاب، ده كتاب بتاع شياطين، انت قال الكتاب شنو؟ الصوفية عاملين فيها بيشوفوا اللوح المحفوظ، قالوا بنشوف فوق في اللوح المحفوظ اللي بيحصل شنو؟ كلامنا ما جبناه نحن، راجع كتاب اسمه سراج السالكين. سراج السالكين. المؤلف ود بدر. المطبعة الدار السودانية للكتب. سنة الطباعة 2011. قاعد الصفحة 43. قال من الأولياء أو 75، واحدة من الصفحتين دي لو ما خانتني الذاكرة، احتمال الكتاب يكون قاعد هنا. قال الولي الصالح قال للحوار بتاعه، قال سألوا من مسألة، قال فنظر يمينا، عين يمين وعين شمال وعاين فوق وعاين تحت، اداه الجواب. الحوار اتحير، الشيخ ده اتلفت يمين شمال فوق تحت. ليه؟ قال له انت عملت كده ليه يا ابونا الشيخ؟ قال لما نظرت يمينا سألت ملك اليمين. طبعا هم بيعملوا لك لا سيناريو وحوار ودوبلاج ومكساج وما تعرف شنو، عشان يلف بيك صينية وتصدق الكذبة في النهاية، عشان انت تصدق الكذبة. كويس؟ اتلفت يمين قال سألت ملك اليمين. قال له لا سأل يمين ده، قال له بتعرف المسألة دي؟ قال الملك قال له ما عارفها. يا زول ملك ما عارفها تجيبها من وين يا صوفي؟ لكن لابد شيخ الصوفية يدخل فيك شريحة انه هم ديل بيجيبوا معلومات الملك ذاته ما بجيبها. داير يركب فيك الشريحة دي، فهمتك؟ فقال سألت ملك الشمال القاعد بجاي، قلت له بتعرفها؟ قال ما قابلتني قبل كده. قال لما رفع راسه فوق فنظرت في اللوح المحفوظ. الشيخ خد بالك من الواطة من تحت من البلد دي هنا للناس ود بدر من السودان بتصفح اللوح المحفوظ فوق عاين كده. انا ما عارف يتصفح وبتين وقلبوا كيف ذاته واللوح المحفوظ شكله كيف، دي معلومات احنا ما عارفينها. الصوفي ده كان يورينا لا ذاته بالمره كده يعني. قال عاين في اللوح المحفوظ، قال لي جيت ما في. بالله في اللوح المحفوظ ما في انت سوره ياسين ما قريتها؟ ربنا قال وكل شيء احصيناه في امام مبين. ده اللوح المحفوظ ربنا كتب فيه كل حاجه. ده قال فتش اللوح المحفوظ ما لقاها. بعد ده قال فنظرت في قلبي. خد بالك داري وصلك لانه قلب الشيخ ده فيه معلومات اللوح المحفوظ ما فيه. قال فنظرت في قلبي فاذا هي كائنه في صندوق قلبي. ده دي كده خلي كلامنا نحن كله سيبه. انت ممكن تصدق كلام زي ده هسه؟
انت بتصدق روايه زي دي؟ قاعده في الكتب بتاعت الصوفيه دي. على اي حال السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثك أن محمدا، وده سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قالت يعلم الغيب فقد كذب، لأنه يقول لا يعلم ما في غد إلا الله. والثانية قالت: من حدثك أن محمدا كتم فقد كذب. كتم يعني شنو؟ يعني في حاجة من الشريعة النبي ما قال للناس في زي ده يا اخوانا، ما في، لأنه ربنا قال في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله قال له بلغ، والنبي بلغ، النبي بلغ، الشريعة كاملة ما نقص منها شيء. لما جاء في حجة الوداع اللي ذكرها شيخ نبيل وتلا الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سأل الصحابة قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. النبي بلغ، ما كتم حاجة من الدين. طيب سؤال للصوفية: الطريقة التجانية دي النبي بلغها ولا ما بلغها؟ ما في تجانية كتار بجاي في السوق دين، أول ما يتكلم الواحد تلقى قفلت معه، يقول لك المساخيت ديل جونا هيني يجينا تاني. أها، مشكلتك شنو أنت؟ سؤالنا ليك: الطريقة التجانية دي النبي بلغها ولا ما بلغها؟ طبعا اصلا ما يقدر يقول بلغه، لانه لو قال بلغه بنقول ادينا دليل، والدليل ده بدوره كله كله. عشان كده في ازاهير الرياض بتاع السمانيه صفحه 49 الطبعه القديمه طبعه القاهره، قال سالوه عن حديث عشان يتفك من علم الحديث، رواه الترمذي وصححه من، وقال النسائي وقال شعبه وابن معين، وقال عشان ارتاح من الموضوع ده كله صوفي، قال هذا الحديث رواه الترمذي وصححه منه، قال صححه احمد الطيب البشير بالكشف، طلع فوق قال سال من الحديث، الحديث صح؟ قول لي صح، هاي بس جنازل قال، عشان لا تقول لي قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولا قال فلان، قال لك وي شغل ده من النبي فوق. طلعت فوق انا وسالت منه الله، وقال لي لانه قال عندهم الحضره الالهيه، الحضره الالهيه دي قال بيقعدوا بتونسوا مع الله. كتاب اسمه قلائد الذهب، قلائد الذهب، المطبعه مطبعه العلوم، المكان ام درمان، السوق بتاع ام درمان، الكتاب لونه اخضر، الصفحه 83. اها، ده ثاني معلومه مؤكده اكثر من كده. قال شنو؟ قال أنا في السماء، خد بالك دي عندهم اسم الحضرة الإلهية مع الله، ده بتاع السمانية. قال أنا في السماء شاهدت ربي. ها، تعرف شيخ نبيل دقبال بيتكلم جاب كمية من الآيات إنه الله في السماء، أحاديث الله في السماء، أقوال صحابة إنه الله في السماء، بيجي صوفي بيجي مغفل ضميره وماشي، ها؟ استغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا مقفل اذنيه وماشي بجاي، ما دار يسمع الآيات ولا حديث كذا. تعال شوف شيخك ده قال شنو، شيخك قال لك أنا في السماء عديل لا آية لا حديث، طلع برا وقال، والصوفي ده طلع كيف أنا ما عارفه، وفرعون ذاته بيشاور في هامان بتاعه عشان يطلعوا فوق وما قدروا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. فرعون ده يطلع غلبه، ده قال انا قاعد فوق وكمان مش طلع سايد، قال شفت الله،
أرني أنظر إليك. قال لن تراني، يعني في الدنيا هنا الزول بيشوف الله مات، في الدنيا دي يوم القيامة المؤمنون بيشوفوه، لكن في الدنيا لا. ده قال عديل طلع قال شاهدت ربي، وبعد شوية قال وعلى الكرسي كلمته، كلم مع الله، سؤال وجواب. أصل الكلام ده كان قلنا نحن، ونحن كان قلنا الله في السماء، نشيل شيلتنا مع الصوفية. خلي كمان نقول طلعنا فوق وتكلمنا مع الله، لكن ده يقول لك تكلمنا عديل. قال أنا مفاتيح الجنة بيدي ومفاتيح النار بيدي. داري داخل فينا إرهاب نحن ذاته، ده مش إرهاب هسه، داري خوفنا. تعرف كم مفاتيح الجنة عند الزول ده؟ الله يعوضنا. باقي لك بتخشوا انتوا؟ ويا اخي احنا جامع صوفية بنقدر نخش وخليه الجنة، جامع حق صوفية نحن بنقدر نخش خليه دخلنا الجنة بعدين. على أي حال أعرف الكذب والدجل اللي عند الناس ديل والافتراء بتاعهم على القرآن. لما نرجع للقرآن بنلقى انه زول بيعلم الغيب ما في. في سورة المائدة ربنا قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل بيقولوا لا علم لنا، اجوا الصوفية يعلموا الغيب. يا اخوانا الكلام ده بيجي كده الصف كده بيجي ربنا سبحانه وتعالى قال فلما قضينا عليه الموت، يعني سليمان عليه السلام أكان مشغل الجن، ومن الجن من يعملون له بإذن ربه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجن شغالين مع سليمان عليه السلام وهو متكئ على العصا بتاعته بيراقب فيهم، هم شغالين تعبانين. سليمان مات عليه السلام، ربنا قال فلما قضينا عليه الموت مات. بعد ذلك جاءت الأرض الواحدة دي تأكل في المنساء، العصاية بتاعته بتأكل فيها. بعد ما أكلت جزء من العصاية، العصاية وقعت فخر سليمان. ربنا قال فلما خر تبينت الجن. الشياطين يا دوب عرفوا شنو؟ عرفوا انه سليمان مات. تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني لو كان بيعلموا الغيب انه سليمان وكده عاين فيهم، وما قاعد يعاين فيهم، هو ميت، هم شغالين تعبانين. ربنا قال لو كانوا بيعلموا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يعني ما قالوا شغالين تعبانين سليمان ميت ما شايفه. الجن ما بيعلموا الغيب، الرسل ما بيعلموا الغيب. ربنا بعد ذلك او ربنا قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. طيب يا اخوانا انا دار اختم لك كلامي. نحن لو رسخت عندنا العقيده دي انه ما يعلم الغيب الا الله، بترتب على شنو؟ بترتب على ما تمشي يا دجال تقول له الموبايل راح جيبه لي راجع. لو مشيت يا دجال معناه شنو؟ معناه كفرت بما انزل على محمد وهو القران. معنى كده ما تدخل البرامج اللي بيجيبوها في بعض القنوات في التلفزيون، بتلقى في قناه قاعده لك في امانه واللي عليها دخان وشغاله الناس بتصلوا عليها. يا ستي نحن عندنا كده تلقاها في الغالب بتكون مصريه في الغالب. يا ستي نحن عندنا كده، وانا راح مني كده وانا جيب لي كده. اوعى تدخل على في قناه زي دي ساحره دجاله، لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى كاهنا، الكاهن ده اللي بيدعي انه بيعرف المستقبل
أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما تمثل الحاجات كلها والشعبذة والدجل، ما تقرأ في الجرائد بيجيب لك الأبراج، برجك يقول لك تيسوب انت مولود شهر كم؟ مولود شهر 7؟ أيوة، يقول لك ده برج الجدي ولا برج الحمل ولا برج التيس، ده البرج بتاعك. تمش تقرا في الصباح يقول لك اللي بيحصل لك شنو، تعال شوف برجك. تلقى الواحد مهتم، في ناس عاملين فيها مثقفاتيه، ما هو ذات الشيطان بيقسم الشرك ده للناس حسب المقامات، ما بدي الناس بدرجه واحده. المفلسين والغبل ده بيقولوا انا اشتروا الحجبات دي، بجاي يقول لهم حجبات وعفن عوالق ساجر غنمايه بتاع ده، بديهم قدر قدرتهم. فهمت؟ المثقفاتيه وكده الناس اللي عاملين فراغين، الشيطان بيقول لهم لا لا انتوا الجيل ده ما بتلبسوه، انت لابس لك بدله وشاكي وكده، الجيل ده بتقر لك وبيازات، بعدين انت موظف وجنبك بنات وكده، الحاجه دي ما تعملها، لكن مش شوف برجك، فتبقى زي مثقف كده. تلقى الصباح اشترى جريده يفتح برجك شنو؟ برج الحمل، برج القعنجه، وبرجي فيه شنو الليله؟ ده ابليس بيلعب عليك، داري يوقعك في الشرك. ما بعزم برج بتاع ما انت دي ما عندها علاقه معك، برج ما عنده علاقه مع حياتك. قتاده رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال خلقت النجوم لثلاث. النجم ده الله خلقه لثلاث حاجات، كما ده يدخل له وظيفه رابعه. قال زينة للسماء، ربنا قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. تعالي بالليل سما جميلة، فيها القمر فيها النجوم الكواكب بأنواعها، زينة للسماء وجمال. قال زينة للسماء للوظيفة الأولى. اثنان قال وعلامات يهتدى بها. في ناس نجاط من عرب الخلق بيعرفوا يمشوا بالنجم، يقول لك نحن حلتنا مع النجمه دي، بس امسك النجمه دي وامشي عليها، يعرفوا بها الطرق. وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. الشيطان يقول لك النجمه خرت، النجمه ضربت شيطان. انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. دي ثلاثة وظائف النجوم، زينة علامات غدوما للشياطين. قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ما عنده حاجة ثانية، عشان تقول المطر جابت النجمة ولا ده بيجيبوا النجمة ولا أنا برجي فلاني، أبا عايز برج ده المحتارين ساي يا باب في جريدة ولا غيره، ده كذب كذب في النهاية. وده كله من ضروب التنجيم وعلمي والدعاية علم الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. قدم شيخ الزمن